se llegó. Se le fue. معنا النهارده اول يوم كورس اسكندريه، ده اللوك الاول، لوك سمبل. احنا خلاص قررنا نخلص اللي بينا، يعني سوا سارة بتوريك هاي. ازيك يا سارة؟ إيما وحشتونا. إيما إيما علي. إيما أعتقد دي قصة تسويق. لا منصورة منصورة. إنتي كمان يا أمي. أنا بس نسيت أحط حاجة طعم بس العين من تحت، عشان احنا قلنا سلبة، وهي حاطة الباودر تحت العين. هاخد لون كده قرون شوية. ريهام هاي. منى حبوب القمر. موني مش منى. ايما بتقولي تنسيني ما كنتش، ما كانش عيش وفطير ايه بقى. هي بتجيبلي فطير. خلاص هي افتكرت كده. تمام. انا كده خلصت العين، هبتدي احط الروش بقى. ساره بتقولك الحمد لله، اخبارك؟ بحبك جدا والله، وشغلك جميل قوي. على شكل رسم العين احنا قلنا عندنا نفسية فيها مش كسر، احنا قلنا بس من اللبن يا معلمك شوية اللي مبطنة. لو هي نص طبطينه زيها، يعنيها نص طبطينه مش طبطينه كامله. الطبطينه الكامله احنا قلنا الجفن لايقه خالص على العين. تمام. عادي ممكن ناخد الرموش القصيره اللي قدام وفيها سحبه ايه لورا شويه، بحيث ان انا اسحب، لان هي عندها سن الجحظات شويه، مش لحظه بس، عندها الميني فيبروس شويه. تمام. في واحدة بتسألك عايزة اسم فرشة فرشة حلوة للحواجب. بتقولك ميرسي. عندك سيلا وعندك انجل. من انجل سيلا او انجل. اماني بتقولك وحشتيني وحشتني ايام الكرسي جدا، تسلم ايدك يا هبه. وحشتيني انتي ومعايا. مية عندها امتحانات بقى دايما. مية مش حاسين صوت مية. مية عندها امتحانات ما جاتش معايا الدور ده. دايما يا رب تنجح يا تتا. جبنا زوز. دي برضو تنفع للمبطنة، هي بتبقى دايما للعين المبطنة، هي قصيرة من قدام كده بشوية، من الناحية التانية من ايه نص كده تحسها طول واحد. احنا بنجربها في حاجة تانية. ده
تاني احمل ايه بقى؟ دي ايه؟ بس كده؟ ما سحبتش العين. ايوه. دورتها اكتر، تمام؟ يبقى دي مش عايزة عين فيها ده حظان شوية. دي بتاعت عين مبطنة خالص من غير ايه؟ يعني اللي هي زي اللي هي عين مبطنة. بس لا عايزة برضه لا عندك الكتف من النص دي انت كده؟ هي مبطنة دي شوية بس انت عندك الكتف من النص. انا اصلا ما فيهاش. لا انت عندك الكتف من النص ده واسع شوية. مبطنة بس بالجفن مفروض لفوق. المبطنة مش شرط بس ان هي تبقى ده نازل وده لا، في ده بيبقى نازل الجفن الثابت نازل على الجفن المتحرك وفي مساحة، وفي جفن نازل على الجفن الثابت نازل على المتحرك بجحظان، تمام؟ فمش مش مش هي الرمش بتاع العين المبطنة اروح حطها على الجحظان، لا. تمام؟ يعني بحاول انا من الناس دايما يبقى معايا كذا رمش عشان اقعد اجرب كده اشوف المناسب واللي ظبط شكل عينيها، مش هحط خلاص هو بتاع العين المبطنة احطه لك. طب ما هو العين المبطنة، طب ما هي هجحظها اكتر كده ما احطهوش. انا هبتدي اجيب لزق شفاف. أماني بتقولك فاونديشن درجة 2 بس توطية كويسة. أماني مين؟ أماني مندي. لو واخدة معايا كرسي بصي في الورق. لو واخدة معايا كرسي بصي في الورق، سمعتي؟ هو أحسن بقى مثلا راجع المثالي، راجع المحاضرة. ده اللزق بتاع الرموش ده من ديو. ده من ديو. اللزق ده ممتاز جدا جدا وبيلزق كويس. ده الشفاف. انا بستخدم الشفاف لو انا مش راسمة او انتوا كبداية ليكي خليكي بالشفاف. عشان الاسود ممكن وانت بتلزقي يقع منك الرمش على عينيها. مش عارفة تعملي ايه على عينيها يروح. فاهمة؟ اسمه ايه معلش؟ ديو. ديو ديو. تمام؟ انا بخليها بمسك الرمش من النص كده بخليها بصه تحت. تمام؟ بخليها بصه تحت وابتدي ايه؟ اوسطنه على نص العين واروح من هنا اروح دقاه ومن ناحيه اروح يعني انا مسافة ما احطه يعني بيرقد في اللحم كده على طول. انا بس بقص عشان محدش يجي يقص من هنا. مش استحالة اقص من هنا. لا انا لو عندي الرمش طويل على عينيها او كده لا بختار رمش تاني يكون صغنن شويه. تمام؟ انا بس بقص في ديل كده طالع من الجنب بروح اقصه. سني كده صغير بس طالع عشان ما يشوهنيش. تمام؟ ولو عايزه اقصر الرموش بقصرها من ورا مش من قدام. لو قصيت من قدام يبقى كده انا ايه بطول.
يعني باخد القصير، لا انا عايز القصير زي ما هو الكبير. انا بس بقصر من ايه؟ من ورا، بقصر ايه بقى؟ لما اجي اقص النص اللي هي طالعه بارزه لبره، بقص يا دوبك ملي، بحرف المقص كده اخد ملي. هو كده شعرتين. ما هو الملي ده فيه شعرتين ثلاثة كده، ده شعرتين. رجعتي مكاني. من النص او مسافه ما احطه على العين. لا تمام، باجي تحت كده اروح نقطه، من الناحيه الثانيه اروح نقطه. نجيب كومباكت باودر ده بقى ايه، بعملها في الفيلم. تمام، موجودة عندك اوكي، مش موجودة خلاص يعني مش مهمة الخطوة دي. نورين انا برضه بدمج الكونتور، لو الكونتور طلع غامق مني شوية ممكن ايه بغيره بايه، بفتحه شوية بايه بالكومباكت. كله بيخش انا هنزل بس الرمش تحت على الكفن شوية. انا بحط الرمش دايما على خط الرمش. تمام، لما فتحت كده بصيت، بصيت لقيت فيه فراغ، لقيت اللحم بتاعها باين بين الرمش الاصلي وبين الرمش الصناعي. تمام، اروح منزله ايه شوية بس. دي من لوك ايفر، وفي من كاركتر. دي من لوك ايفر رقم 2. لوك ايه؟ لوك ايفر.
لوك ايفر دي اخت كاركتر وفوليور 52، مش بتنزل كتير ومش هتلاقيها عند ميك اب سيلر كتير. هي اخت كاركتر واخت فوليور 52، تمام؟ يعني لما هنجيب من كاركتر هنجيب رقم 11 او 8، هي برضه كاركتر. مش حافظة أرقام، بس لما نشوف بقى مين كبسلة هيبقى معانا إيه. أنا بس باخد كده من الماركة بتاعت ال وهي تاني نوع مسكرة الحواجب اسمها درجة لوك ايفر درجة 2، لوك ايفر درجة 2. احنا قلنا هي عينيها واسعة، يا اما احط اسود اضيق العين شوية يا اما احط لون، تمام؟ ما ينفعش احط ابيض لان الابيض دايما بيوسع العين، او البيج عامة بيوسع العين. فانا هحط لون كده، بحب دايما الكحل الالماني. ايمان بتسأل على فرشة حواجب كويسة بتتباع لوحدها مش سيلا؟ مش سيلا بتتباع لوحدها وانجلو بتتباع لوحدها. سيلا وانجلو يا ايمان، سيلا بتتباع لوحدها وانجلو بتتباع لوحدها. تبع الانستجرام هنزل إسراء بتقولك إن ورا الدنيا يعني ده وحشتيني وإنتي يومية عاملة إيه؟ إسراء إيه؟ إسراء راشد. سوسو إزيك؟ بحط إيه؟ ما هي بتمتحن إسراء ده اللي على ممكن على وش. لا في حتة ما هو هنحط الأخضر ده أو الإنزال ده. أنا حطيت من بره. لا مش انا، مش مية، انا عزة. يزود هبة بتقول الصوت مش غريب عليا. هبة روبي. روبي؟ هبة روبي. رولي؟ روبي. لا معرفش، مش عارفة. يا
الفرشه وابتدي اوزع البيض وابتدي اتقابل الجزء معاكي. مين اشرف؟ ودي انت بقى مين؟ مي مين الحميد؟ نجيب اللون البني الغامق. تمام. تاني ايه؟ ابني بين ايه؟ الفحم الاخضر بتاعه اللون الاخضر حط معه. عالجت الحتة اللي ايه؟ لازم تركزوا في موضوع المعارضة ده مهم اللي وقعت من ايه؟ أو اللي فاضت مني. هيبة انت كنت معانا في كورس فاطمة؟ أعز حبيبتي أنا كنت معاكي مع فاطمة في اسكندرية. ما شاء الله بيتطبع جدا انت كمان يا بابا. انت قاعدة متابعة بقى شطورة، برافو عليكي، استمري. افتكرتك يا قلبي. تعلموا من هنا ومن هنا. بتعلموا من هنا ومن هنا. يعني كده الصوت ما كانش غريب، هي عرفت صوتي. في اختلاف، بصي كده. احنا تقلنا شوية. لو احنا مش عايزين نتقل يبقى خلاص بقى نستكحل اللون الأورنج بتاعت العين. تمام؟ أنا تقلت عشان ال 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 اللحشة بتاعتي. آية دي اه. أنا بتمثلها العادي يعني. آية. أحلى بيوت الدنيا، تسلم إيدك وحشتيني جدا أنتي ومي. باين مي بقى عندها امتحانات. كل اللي يسأل على مي ده لا. إحنا عايزين المنطقة دي كده فاتحة، أنا عايزة أقولها من كل أيوة. إحنا قلنا لو هي بتضم خلاص. ما نقعدش نشتغل في عين كتير. ايوه نستكفي ايه بالحاجات التاتش دي بس. ايه ما عليه تاني؟ ابتديت تسلم ايدك يا بابا، الرموش فرقت جدا، اللوك بقى تحفه فشخ. فشخ. حياتي يا إيمة. في مجتمعنا ده ولسه اللوك لما يخلص خالص هيكون أحلى كمان. هبتدي أرش الليبس بلس. تمام.
خلاص الهايلايتر يا رب التصوير تمام. انا هجيب الدرجة اللي هي هاخد دي، ما تبقاش الدرجة دي مش باينة خلاص خالص، بس هاخد دي. انا دايما بحط الهايلايتر، هو عامه الهايلايتر بتتحط على عظمه الخد اللي فوق، هي العظمه بتبقى كده، ما اجيش احطه من هنا من العظمه من تحت، لا هي العظمه دي عند بروز العظمه تمام، اللي هي دي تمام، ما ينفعش احطه هنا تحت. في ناس بتحب تحط كده من هنا عشان تقول انها تضحك، الحته دي بتنور شويه يعني، على حسب بقى ايه ذوقك في الايه او في ستايلك اللي انت هتعملي لنفسك ايه لما تشتغلي ان شاء الله. أنا مبسوطة منهم بصراحة عشان هما قاعدين ساكتين ومركزين، مفيش رغي. برافو عليكم. زي ما بقولوا سيئة. قدرتي موسيقى؟ قلت لهم بلاش كلام، ركزوا وهتفهموا. اه ما بيسمعوش كلام مي من الأول. مي مش مسيطرة. حاولي تسيطر يا مي. أنا خلاص هحط ال 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 المسطرة. مسطرة ومش خلاص، ما عنديش أي حاجة تانية هتتحط. انا دايما بحب استخدم بتاعت اسنس البينك، بتجيب الجذور شويه من تحت تمام، تمضي هنا هحط من فيكتوريا سيكريت، عربي خالص بس دي
ايديك. اسرار بتقولك تسلم ايدك يا بيبو، لوك جميل قوي. اسرار رشيد برضه. ميرسي يا اسرار. عامله ايه يا اسرار؟ عامله ايه في الشغل؟ مش في رسم وفي تحديد وفي الحاجات دي بس ايه؟ اللون ما انت هتلاقي دلوقتي كله بيخش بسرعة. أكيد. إيه بقى؟ لا ما يخش إيه بسرعة. دايما بحط في أول لوك، بحب أحط في أول لوك لأن هو لونه سنجل أوي كده. إيه ده؟ فيكتوريا سكريت. خليني أجيب منه على طول. درجته كام يا بنت؟ 601 إيه؟ 601 ايه؟ اوكي. كان نازل سيل بيوتين ايه دلوقتي هتلاقيه ب 400 او 300. سرا بتقولك الشغل الحمد لله تمام، احنا تلاميذك يا بيبو، وزودت كمان زغلة وبروتين للشعر، بشتغل في البيت حاليا. برافو يا سرا، استمر يا حب. انا الناس اللي ايه تخلص الكورس تبتدي بقى تشوف حالها وتشتغل، مش اللي هو اخدت الكورس خلاص ونايمه في البيت. طب ليه؟ اه في البيت بقى. استنى اصل اعمل مش عارفه ما اجيب ايه ماتيريال. برافو يا اسراء، ربنا يوفقك. نطلع بس على الخط شوية عشان أعمل فوليوم. Thank you.
التحميله دي امسحها كده. غامق شويه، انا بعمل ميكس بين درجتين كده عشان ايه درجه ايه مش كده. نمسح ايه الزينات. شكلها مية مية جت يا مية. فينك الناس عمالة تسأل عليك؟ لسه فاكرة تخش الحاجة. هي بتكتب من ال عشان دلوقتي باسم الصفحة. شفت انا عرفت ازاي؟ بصي يا مية، لو مش عايزة تكتبي باسم الصفحة يعني خشي على اللايف من الـ من الاكونت بتاعك، مش من الاكونت الصفحه، مش من المشن اسمه ايه البيج. لا استني، البيج الرساله بتاعت البيج ده عشان الستوري. عايزه اجمع، مش من الابلكيشن بتاع البيج، خشي من الابلكيشن الفيس بتاعك. هيكتب وممكن تلاقي كده على جنب بتختاري اذا كنت هتكتبي باسمك او هتكتبي باسم الاكونت. لا هتلاقي بقى كده على جنب، مش عارفه هي ممكن تعمليها بعدين بقى وهعملها لك بعدين. المهم اللي هبه بدل ميك اب ارتست اللي بتكتب دي بقى عشان مش بكتب لنفسي يعني. اما دي كده هاي الجنب التاني، جنب التاني بقى. ايوه تعالي تعالي كده، شفتي مريحة جنب بس. يلا استنونا الفلوك. احنا هنطلع بقى يا مي، استنونا بكره ان شاء الله فلوك جديد وشغل البنات بكره. بصي لنا يا فوق.